تحتاج المرأة الحامل إلى كميات أكبر من فيتامين سي، حيث تبلغ الكمية الموصى بها للحامل في سن المراهقة حوالي 80 ملي جرام و85 ملي جرام للنساء الحوامل الأكبر سنا. وفيما يلي بعض الفوائد المهمة للمرأة الحامل عند تناول فيتامين سي. فيتامين سي ضروري لإنتاج الكولاجين، فيعد الكولاجين من البروتينات الهيكلية ويدخل في تكوين الغضاريف والأوتار والعظام والجلد. ويعد وجود فيتامين سي في جسم الإنسان أساسي لنمو العظام وترميم الأنسجة، كما يعد مهما لالتئام الجروح والمحافظة على صحة البشرة، ويساعد أيضا على التقليل من خطر الإصابة بالعدوى، وهو يعد مضادا للأكسدة مما يقلل من خطر تعرض الخلايا للتلف. تحسين امتصاص الحديد، فيساهم استهلاك المرأة الحامل لكميات كافية من فيتامين سي في تحسين كفاءة امتصاص الحديد، الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم عند المرأة الحامل، إضافة إلى تقليل خطر ولادة الطفل بوزن منخفض، تقليل خطر تمزق الكيس السلوي أو ما يعرف بكيس الصاء أو كيس الأمنيوسي الذي ينمو فيه الجنين. فعلى الرغم من أنه لا توجد أدلة كافية لتأكيد فعالية فيتامين سي في ذلك، إلا أنه يعتقد أن تناول فيتامين سي يساعد على تقليل خطر تمزق هذا الكيس قبل حدوث المخاض، بينما تبين أن تناوله مع فيتامينات أخرى لم يقلل من هذا الخطر. كما أن تناول مكملات فيتامين سي مع فيتامين هاء ابتداء من الشهر الرابع إلى الشهر التاسع من الحمل من المحتمل أن يؤخر الولادة عند الحوامل اللواتي تمزق الكيس السلوي لديهن بشكل مبكر. لكن هناك بعض الأضرار عند استخدام فيتامين سي للمرأة الحامل، فيعد تناول فيتامين سي عن طريق الفم أو حقنة في الوريد أو العضلات غالبا آمن بكميات لا تتجاوز 2000 ميلي جرام للنساء الحوامل الأكبر من 19 عاما و1800 ميلي جرام للإناث الحوامل بين 14 و 18 عاما. ويعد تناول كميات تزيد عن 2000 ميلي جرام غير آمن، ويسبب العديد من الآثار الجانبية مثل حصى الكلى والإسهال الشديد. أيضا هناك بعض المحاذير عند استخدام فيتامين سي للنساء الحوامل، فيمكن أن يؤدي استهلاك فيتامين سي من قبل بعض النساء الحوامل إلى الإصابة بالغثيان والقيء والحرقة وتشنجات في المعدة والصداع وأثار جانبية أخرى. ويؤدي تناول كميات من فيتامين سي أكبر من 1000 ميلي جرام بشكل يومي من قبل النساء الحوامل اللواتي أصبن بحصى الكلى في حياتهن إلى زيادة خطر إعادة الإصابة بحصى الكلى. وفي الغالب ليس من المهم تناول مكملات فيتامين سي من قبل المرأة الحامل، حيث إن تناول الخضروات والفاكهة يعد من أفضل الطرق للحصول على الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين، على أن يكون من بينها على الأقل صنف واحد غني بفيتامين سي. كما أن الفيتامينات التي تؤخذ خلال الحمل تكون عادة غنية بفيتامين سي، ولهذا ليست هناك حاجة لتناول المكملات التي تحتوي على هذا الفيتامين. وتقدر الإشارة إلى أن هناك بعض المخاوف من أن يسبب تناول مكملات فيتامين سي خلال فترة الحمل حدوث ولادة مبكرة، ولذلك ينصح هنا باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين سي.